مهمة عن الفنانة الجميلة هبة مجدي، بتخوض بقى تجربة جديدة تماما بالنسبة لها، وهي الأفلام الروائية القصيرة. ده طبعا بمشاركتها في بطولة فيلم اسمه حب إيه، حب اللي انت جاي تقول عليه، مع الفنانة المصرية الجميلة رانيا يوسف، واللي هيكون من إخراج رضا عبد الرازق. وعبرت هبة عن سعادتها بالعمل مع رانيا يوسف في الفيلم، ونشرت على صفحتها الخاصة على موقع انستجرام صورة ليها مع رانيا، وكتبت: حبيبتي رانيا يوسف، من تصوير فيلم حب إيه اتبسطت واستمتعت جدا بالشغل معاكي. مبروك، كل التوفيق يا هبة، وإن شاء الله الفيلم وتكون تجربة كده جديدة بالنسبة لك. هي هبة شخصية لطيفة جدا، وببعت لرانيا يوسف كمان ألف سلام وتحية، وجود لك إن شاء الله حاجة يبقى عمل موفق ليك أنتوا الاتنين. والتجارب الجديدة دي بتبقى حلوة، صحيح، الواحد يخوض تجارب جديدة في حياته. صحيح صحيح. في